فرحة لا توصف عمت النفوس فور إعلان إطلاق معتقلين من السجون الإسرائيلية. اليوم الشعور نفسه ينتاب كثيرين بعد قرار إسرائيلي بالإفراج عن 26 معتقلا فلسطينيا أدخلوا السجون قبل توقيع اتفاق أوسلو. إذن لا خلاف على مبدأ تحرير المعتقلين، لكن ثمة أسئلة تطرح عن الظروف التي صدر فيها القرار. قرار جاء ملازما لإعلان بدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وهذه نقطة خلاف. قرار لم يراعي الأقدمية بين المعتقلين ولا مسألة اختيارهم، وهنا أيضا نقطة خلاف. كما أن إطلاق آخرين بحسب الاتفاق يرتبط بتقدم المفاوضات، وهذه مسألة هي الأخرى محل نقاش. بعض الفلسطينيين يرى أن الخطوة إنجاز للسلطة، وبعضهم الآخر يؤكد أنها تشبه دس السم في العسل لربطها بالمفاوضات. قرار إسرائيل الإفراج عن معتقلين في سجونها محور ملفنا الأول في المسائية، بينما نناقش في الملف الثاني تطورات الأزمة التونسية وأهمها نتائج اللقاء بين زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والاتحاد العام للشغل الذي يعول عليه كثيرون كمفتاح للحل، فيما يسود ترقب غدا بعد قرار حركة النهضة والمعارضين لها التظاهر بهدف إظهار القوة الشعبية لكل طرف، وذلك لمناسبة يوم المرأة في تونس. أصدر القضاء الجزائري المكلف ملف سوناتراك 2 أوامر بإلقاء القبض الدولي على 9 أشخاص من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق. المدعي العام الجزائري أعلن أن الأوامر بحق المتهمين دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين، ويتعلق ملف سوناتراك بصفقات نفطية مشبوهة يعتقد أن الشركة أبرمتها خلال السنوات القليلة الماضية. وقد زادت من حساسية هذا الموضوع التحقيقات المعمقة التي فتحتها الشرطة القضائية والاستخبارات الجزائرية، وشملت بعض المسؤولين البارزين في الدولة. ومن الجزائر ينضم إلينا مراسل الميادين أسامة عبد النور. أسامة، ماذا في التفاصيل حول القرار الذي أصدرته اليوم الذي أصدره اليوم القضاء الجزائري؟ مساء الخير. في الحقيقة التفاصيل تقول أن هذا القرار أو مذكرة التوقيف الدولية في حق وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل وزوجته ونجليه وفريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي وأربعة آخرين شخصيات جزائرية، أن هذه المذكرة قد صدرت قبل أسبوعين ودخلت حيز التطبيع. يعتبر صدور هذا القرار في الحقيقة تطور خطير في هذه القضية، علما ان الجدل كان قائما بخصوص عدم صدور اي اجراء ضد شكيب خليل، رغم ان اسمه في الحقيقه ورد في التحقيقات التي اجريت في الجزائر او حتى في ايطاليا، والذي زاد بين بله ان الصحافه الجزائريه ذكرت ان شكيب خليل المقيم بين الولايات المتحده الامريكيه ولندن وحامل الجنسيه الامريكيه عاد الى الجزائر مؤخرا بشكل عادي لتصفيه ممتلكاته، وانه غادر بشكل عادي دون ان يستوقفه احد. نعم. رغم أن النائب العام بلقاسم زغماتي الجزائري أكد أن المذكرات صدرت منذ أسبوعين، إلا أن الإعلان عنها في التوقيت بالذات هذا يعطي انطباعا بأنها تأتي في أعقاب معلومات جديدة فيما نعم. أسامة، ما هي التهم الموجهة إلى خليل؟ في الحقيقة التهم الموجهة إلى خليل هي تهم بالفساد واستلام رشاوى من طرف شركات إيطالية وأجنبية فيما يخص التعاملات في شركة سوناتراك. هذه الشركة المعروفة في الجزائر بسيطرتها على سوق المحروقات، وهي تعتبر العصب القوي في الاقتصاد الجزائري، تموله بحوالي 99% من الاقتصاد الجزائري. كانت هناك شخصية قد برزت نعم. هذه الاتهامات. نعم أسامة، هل هناك أي تداعيات سياسية لهذا القرار أم أنه فقط قضائي وقانوني؟ لا بالعكس، هذا القرار هو قضائي يعني وقانوني، ومؤخرا سفير الولايات المتحده الامريكيه بالجزائر قال ان هذه المذكره الدوليه يمكن ان تورط شكيب خليل ويمكن ان تدخله كذلك في طائله القانون الدولي رغم انه يمتلك الجنسيه الامريكيه. كذلك هذا القرار هو ضربه صاعقه للطاقم الوزاري الحالي في الجزائر بحكم ان شكيب خليل من المقربين للرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقه، وانت تعلمين ان الانتخابات الرئاسيه المقبله في الجزائر قاب قوسين او ادنى يعني مطلع 2014. نعم أسامة عبد النور بشكل نعم. او باخر. نعم أسامة عبد النور مراسل الميادين في الجزائر، شكرا جزيلا لك.
أفاد مراسلنا في بغداد عن مقتل 17 شخصا وجرح 25 أو 50 آخرين. وبحسب المراسل فإن انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف داخل مقهى للشباب في المدينة. وفي اعتداء إرهابي آخر قتل 5 أشخاص وجرح 20 آخرون بانفجار عبوة ناسفة في حي التحرير ببعقوبة في محافظة ديالى. رجح نائب وزير الخارجية الروسي غنادي غاتيلوف أن يعقد مؤتمر جنيف 2 بعد سبتمبر أيلول المقبل. مسألة عقد المؤتمر بحثها هاتفيا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، وقد جرى التأكيد على الحوار اللامشروط بين الحكومة السورية والمعارضة كسبيل لوقف العنف. وفي ميدانيات سوريا أفادت مصادر عسكرية للميادين مقتل القائد العسكري العام لجبهة النصرة في مدينة دير الزور مع عدد من المسلحين. كذلك أفاد مراسلنا من حلب عن مقتل القيادي في المعارضة المسلحة رشيد مسلم وإصابة 6 مسلحين إثر استهداف الجيش السوري حاجزا تابعا لهم في منطقة بني زيد شمال غرب المدينة. وصل الأسير المحرر أحمد يوسف اللحام إلى منزله في خان يونس بعد اعتقال دام 8 أعوام. وقد قررت سلطات الاحتلال الإفراج عن 26 أسيرا فلسطينيا من المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو. سمير مرتجى واحد ممن ينتظرون رؤية الأهل بعد 20 عاما قضاها خلف القضبان. القرار المفاجأة كان وقعه قويا على العائلة التي اجتمعت على الفرح والسعادة في انتظار الإفراج عنه في الغد. تختصر هذه الآهات والزغاريد قصة فرح انتصرت على الحزن، فالعيون التي ذرفت دموع الشوق كثيرا ستتكحل غدا برؤيا الأحبة. سنوات طوال غيب الأسر فيها فرحة العائلة التي يخفق قلوب أبنائها استعدادا لاستقبال ابنها سمير مرتجى الذي قضى أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال، فلم يعد هنا متسع إلا للفرح والسرور. والله الحمد لله عنا طلعت سمير بالسلامة بعيد ثاني، عيد جديد اليوم عنا. مبسوطين في هذا اليوم، مش حننبسط اكثر الا لما نشوفه بيننا ووسطنا. ساعتها يعني عن جد بنحس انه النا فرحه وانه طلع وهيك الحمد لله. سمير ليس الا واحده من اصل 26 اسيرا اعتقلوا قبل اتفاقيه اوسلو، من المقرر ان تفرج اسرائيل عنهم غدا بعد ان كانت حكمت عليهم بالسجن المؤبد مدى الحياه. يرافقه الى قطاع غزه 15 اسيرا منهم تقول اسرائيل ان ايديهم ملطخه بالدماء. سمير قضى عقدين كاملين وفي الغد سيكتب له اللقاء بعائلته التي تنتظر على أحر من الجمر. كل البيت فرح، الأهل فرحوا، الأصحاب، الجيران، زي ما أنتم شايفين كيف الفرحة عمت البيت. يعني من حوالي 20 سنة ما شفناش فرحة. بالإفراج عن هذه الدفعة سيظل 78 أسيرا في انتظار الدفعات الثلاثة المقبلة من دون أي موعد محدد للإفراج عنهم. هنا يتشارك الصغار والكبار فرحة الإفراج عن عمهم وشقيقهم سمير، فالتوقعات لم تكن لتسعفهم بأن الحرية ستكون من نصيبه. فرحان أنا كثير، امبارح حضرت له 60 لابتوب عشان هذا استنى الاسم لو طلع بالعبري، وهيك ولعت معي لما طلع بالعبري، وسحبوا منهم المهم 7 اسماء بعدين نزلوهم تاني، هيك ولعت بزيادة. فرحة العائلة بحرية سمير لن تكتمل كما يقولون إلا بالإفراج عن شقيق سمير الأصغر الذي ينتظر انقضاء نهاية محكوميته البالغة 16 عاما. سيعانق سمير الحرية أخيرا بعد انتظار طويل وستفرح العائلة بكل تأكيد، لكن الأهم حسب ما يؤكد كثير هو مصير ما تبقى من الأسرى خلف قضبان السجون، والذي يكتنف مصيرهم الكثير من الغموض خاصة في ظل سياسات الاحتلال العنصرية في التعامل مع ملفهم. أحمد غانم، غزة، الميادين. ومن المتوقع أن تبدأ إسرائيل غدا بتنفيذ الدفعة الأولى من عملية إطلاق أسرى فلسطينيين. من هم هؤلاء الأسرى ومتى اعتقلوا وبماذا تربط إسرائيل فرصتهم في استعادة حريتهم؟ التفاصيل مع غراسيا بيطار. السلام عليكم. تضج السجون الإسرائيلية بآلاف الفلسطينيين، قد تختلف ظروف اعتقالهم وحتى معاناتهم، لكن ما يجمعهم من دون شك هو حلمهم بالتحرر من سجون العدو الإسرائيلي.
17 سجنا إسرائيليا يتوزع عليها 5100 أسير فلسطيني بحسب وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية. بين هؤلاء 250 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما وكبار السن كالأسير فؤاد الشوبكي البالغ من العمر 73 عاما. أيضا هناك 104 أسرى ممن يسمون قدام الأسرى، أي الذين سجنوا قبل عام 94 تاريخ إنشاء السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، وهؤلاء تحديدا هم المزمع إطلاقهم على 4 دفعات. مصلحة السجون الإسرائيلية أعلنت أسماء الدفعة الأولى منهم، أسماء لم يراعى معيار الأقدمية لدى اختيارها من قبل الشباك على عكس ما طرحه الفلسطينيون. أحد معايير الإفراج كان تحسين صورة أبو مازن لدى الرأي العام وفق تصريح مصدر للإذاعة الإسرائيلية. على اللائحة 17 أسيرا يقضون أحكاما بالمؤبد، أحدهم اعتقل منذ 28 سنة وأربعة منهم منذ 23 سنة ومثلهم منذ 24 سنة، وهناك 6 أسرى اعتقلوا منذ 19 سنة، 15 من المنوي الإفراج عنهم يعودون إلى غزة والباقون إلى الضفة الغربية. بين الأسرى 22 أعمارهم تزيد على 40 عاما، 11 أسيرا منهم قضوا أكثر من نصف أعمارهم في السجون، وخمسة اعتقلوا قبل أن ينهوا عامهم 18. اللائحة تخلو من أسماء أسرى القدس 9 وأسرى أراضي 48 وعددهم 14. كذلك لا تذكر اللائحة أيا من عمداء الحركة الأسيرة أو الأسرى الأقدم في السجون ككريم يونس وماهر يونس المسجونين منذ أكثر من 30 عاما. وإذا نفذت إسرائيل وعودها بدءا بالدفعة الأولى من عملية إطلاق الأسرى الفلسطينيين، فلا يجوز أن نحذف من الحسبان ما قالته نيابة العامة الإسرائيلية التي شددت علنا على أنه في حال عدم تقدم المفاوضات المستأنفة حديثا بين إسرائيل والفلسطينيين، فإن الطريق مفتوحة أمام الحكومة الإسرائيلية لإقرار عدم إطلاق سراح أسرى آخرين في الدفعات المقبلة. السلام عليكم. ومن رام الله ينضم إلينا رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، وأيضا معنا من غزة المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في غزة إيهاب الغصين. أهلا بكما. أبدأ معك سيد قدورة، نحن يعني نبارك بالطبع لعوائل الأسرى بهذه الفرحة بإطلاق سراح أبنائهم، ولكن معظم إن لم نكن لم نقل كل الذين سيتم الإفراج عنهم يفترض أن محكوميتهم ستنتهي قريبا جدا في غضون أشهر، وهذا ما لم يكن يريده الجانب الفلسطيني، أليس كذلك؟ أولا يعني مع الاحترام غير دقيق أن معظمهم يعني تكاد مدد محكوميتهم أن تنتهي، يعني حسب التقرير الذي أعدته أو الذي قرأته علينا قبل قليل غراسيا، هناك 17 أسير منهم محكوم بسجن مؤبد مدى الحياة، ثم أن الشعب الفلسطيني أخذ علينا إهمال هذه الفئة من الأسرى، وهم الأسرى الذين اعتقلوا قبل بدء تنفيذ اتفاقية أوسلو، بسبب يعني ملاحظات الناس، وهي يعني قضية عادلة، قضية هؤلاء الإخوة وأجحف بحقهم على مدار 20 سنة. يعني أنا الأوان أن يقوم هذا الإعوجاج وأن يتوقف هذا الظلم الذي كان بالأساس بسبب معايير إسرائيلية ظالمة فرضتها على طاولة التفاوض على مدار 20 سنة. فبالتالي هؤلاء الإخوة هم ضمن قائمة أعدت فلسطينيا، ولأول مرة إسرائيل ستقدم على إطلاق سراح أسرى بناء على قائمة معدة منا نحن ووفقا لأولوياتنا نحن. الآن صحيح أنهم يتلاعبون ويحاولوا المماطلة، لكن يعني يجب عدم التقليل من قيمة هذا الأمر لأنها ستسجل كسابقة. يعني أذكر هنا أن إسرائيل قالت دائما في كل الجولات التفاوضية السابقة من قتل إسرائيليا أو من وصفتهم بالأيدي الملطخة بالدم، من ينتمون إلى فصائل تعارض بالقوة العملية السياسية، الإخوة من فلسطين محتلة عام 48 ممنوع إطلاق سراحهم، كذلك أسرى القدس. الآن يعني إذا ما تمكنا من إنجاز إتمام هذه الصفقة حتى نهايتها عمليا، يعني أولا نحن نصحح
ظلم كان وقع بحقهم، ثانيا تكرس تقاليد جديدة في العملية التفاوضية بحيث لا تعود إسرائيل علينا. نعم. نحن لا نقلل بالطبع نحن لا نقلل أبدا من أهمية هذه الصفقة إن تمت حتى نهايتها. نحن نتحدث الآن عن الدفعة الأولى، ويعني كثيرون، أنا لا أريد أن أدخل بأسماء من كادت محكوميتهم أن تنتهي، يوسف رضوان جندية، نهاد يوسف رضوان جندية، محمد محمود عوض حمدية، محمد جابر يوسف أيضا من غزة، ولكن قيل إن الأسماء حبكت بعناية فائقة، ومن وضعها تحديدا هم وزير الدفاع موشي يعلون، وزيرة العدل تسيبي ليفني، ووزير العلوم والتكنولوجيا في إسرائيل. يعني أعتقد أن القائمة يعني أعدت من قبل الشباك الإسرائيلي، وهؤلاء يعني الأسماء الذين ذكر يعني ذكروا هؤلاء وزراء يعني لتشريع العملية. أما كل ما يتعلق بالأسرى عمليا هو قرار لجهاز المخابرات الإسرائيلية الشباك، أيا كانت الجهة المقررة. نحن قلنا بأن معيار الأقدمية هو المعيار الأكثر عدلا وأكثر إنصافا. اليوم كنا في جلسة يعني في حضرة السيد الرئيس لخ أبو مازن وكل الإخوة المفاوضين وعدد من أعضاء اللجنة المركزية، ونوقش هذا الموضوع بعمق. ويعني جلسة يوم الأربعاء سوف يعني تكون هناك يعني محاولة جادة من أجل تقويم هذا الخلل، بما معنى أنتم راضون تماما عن هذه القائمة وعن بداية الصفقة، لنقل هي ما زالت في بدايتها. ابقى معي لو سمحت سيد قدورة، أنتقل إلى سيد إيهاب الغصين. استمعت إلى ما قاله سيد قدورة، لماذا اعتراضكم في حركة حماس سيد إيهاب على ما تم حتى الآن، وأصلا أنتم اعتبرتم استئناف المفاوضات وصفتموه بأنه جريمة من البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أختي وللسيد قدورة فارس. يعني مرة أخرى نؤكد ترحيبنا بالإفراج عن أي أسير فلسطيني، هذا حق طبيعي للأسرى الفلسطينيين. هذه الفرحة التي رأيناها على أطفال عائلة الأسير مرتجى حقيقة هي حق لأن نراها لكل عوائل الأسرى، وهذا أمر يجمع عليه جميع الفلسطينيين وكافة الفصائل الفلسطينية. ولكن يعني لازم نضع ألف خط تحت بعدما لكن، يعني كما تحدثت في مقدمة النشرة قلت أنه كدس السم في العسل، لا أنا أقول لك هو دس العسل في السم، هذه عملية كلها سم وبها هذه نقطة العسل. نعم نحن نريد الإفراج عن كل أسرانا، نريد إطلاق سراح أسرانا كلهم 5000 أو أكثر من 5000، وهذا حق طبيعي لهم، ولكن أن يتم مقايضة ذلك بالتنازل عن ثوابت وبطبخ من كبير الطباخين، عفوا كبير المفاوضين السيد صائب عرقات، باتفاقية الآن في الخفاء نخشى أن تكون أخطر من أوسلو على الشعب الفلسطيني، هذا أمر مرفوض، ولم يفوض أحد، لا السيد عرقات ولا السيد عباس ولا غيرهم أن يتفاوضوا باسم الشعب الفلسطيني. هؤلاء لا يمثلوا الشعب الفلسطيني، ولذلك لا يقبل كل الشعب الفلسطيني بفصائله وأولهم فصائل منظمة التحرير أن يتم المفاوضات مع هؤلاء، مع هذا الاحتلال الذي جربنا المفاوضات معه. وهذه بالفعل كما تحدثت الإذاعة العبرية وكما ذكرتموها هي محاولة لتحسين صورة أبو مازن أمام الشعب، حتى يعتقد أن الشعب يعني ليس لديه هذا الوعي وأنه سيتقبل ما بعد إطلاق هذا السراح لهؤلاء الأسرى الأبطال. نقول مرة أخرى من حق الأسرى أن يتم الإفراج عنهم، من حق كل الأسرى أن يقوم كل الفصائل الفلسطينية، ومن واجبهم أن يقوموا بالعمل على الإفراج عنهم، ولكن ليس بمقايضة ثوابت الشعب الفلسطيني، وخاصة إذا سألت هؤلاء الأسرى نفسهم الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم وسنوات عمرهم من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل الثوابت الفلسطينية، سيرفضوا إطلاق سراحهم مقابل التنازل عن شبر من أراضي فلسطين المحتلة. وما يتم الآن في الخفاء أعلنه أكثر من مرة إن كان صائب عريقات مع حفظ الألقاب أو سيد محمود عباس أبو مازن، أنه لا تنازل عن أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، وأثبت أكثر من مرة أن الاستيطان خط أحمر والأسرى خط أحمر، وها هو الآن يعني يستميت للإفراج عن الأسرى. ما المانع إذن؟ وما في أي وسيلة أخرى؟ المفاوضات كانت متجمدة منذ 3 سنوات تقريبا. يعني أختي الفاضلة، بشكل واضح الاحتلال الإسرائيلي أعلن استمرار الاستيطان، وهو يوما بعد يوم يؤكد وحدة استيطانية هنا ووحدة استيطانية هنا. الاستيطان زادت وتيرته خلال الأيام السابقة، وهم أكدوا أنه لا تجمد للاستيطان.
الحديث فقط عن موضوع هؤلاء الأسرى، وهي دفعة أولى كما تحدثت، معظمهم ممن شرفت يعني محكوميتهم بالانتهاء، ومع ذلك نحن نرحب بالإطلاق بكل سراح الأسرى، ونحن نشك بشكل كبير جدا لأنه من أولها سيقول المفاوضات متعثرة غير ماشية. طيب إحنا هنأجل موضوع إطلاق بقية الأسرى، وحتى وإن أطلقوا كل الأسرى نحن نقول في المقابل مرفوض، وكل الشعب الفلسطيني يرفض تفويض أحد للتنازل عن الثواب الفلسطينية، التنازل عن الأراضي فلسطين. من الذي تنازل؟ هم الذين تنازلوا عن حق العودة. سيد محمود عباس هو الذي تنازل عن حق العودة، وهو الذي تنازل عن أراضي الشعب الفلسطيني، 78% من أراضي الشعب الفلسطيني، وهو الذي وافق على تبادل الأراضي. نعم. وهو الآن الذي سيوقع اتفاقية في الخفاء. فلذلك نحن نحذر بشكل كبير جدا باسم كل الفصائل الفلسطينية، ليس فقط حماس ولا الجهاد، وأيضا فصائل منظمة التحرير، كلهم حذروا من ما سيحدث في الخفاء وما يتم الآن طبخه مع الاحتلال الإسرائيلي. نعم. سيد غصين، إيهاب الغصين، اسمح لي أن أنتقل من جديد إلى سيد قدورة فارس. نحن استمعنا منذ أيام إلى ما قاله دكتور صابع ريقات عن أن هذه الصفقة ستشمل كل الفصائل الفلسطينية ولا تمييز في الانتماءات السياسية. بهذه الدفعة التي رأيناها كان هناك فقط 5 أسماء حسب ما نشر من الفصائل، والباقي كله من حركة فتح. هذا أيضا يطرح أكثر من علامة استفهام. لا، يعني احنا حين تم اعداد القائمه اعدت القائمه وفقا لمعيار له علاقه بتاريخ الاعتقال، وليس يعني وفقا لانتماءات الاخوه الاسرى. ويذكر الجميع انه حتى العام 94 مثلا لم تكن يعني حركه حماس ذات حضور كبير في السجون من حيث عدد كوادرها المعتقلين. يعني تكثف حضور مثلا حماس والجهاد الإسلامي بعد هذه السنوات في داخل السجون، وبالتالي لم يكن الانتقاء قائمة الأسرى يعني حتى لم نحاول. يعني إذا كان تكثف دخولهم الموضوع، لو كانوا يعني لا يشملهم، لا تشملهم، لا يفترض أن تشملهم هذه الصفقة لأسرى حماس سيد قدورة؟ لا، يعني في هذه المحطة لو كان جميع الأسرى المعتقلون قبل أوسلو من حماس كنا سنطالب بهم، لو كانوا من الجبهة الشعبية أو من الجهاد. نحن ذهبنا يعني وفقا لمعيار له علاقة بتاريخ الاعتقال، ولا نعتبر أن هذه هي المحطة الأخيرة. المفروض أن تشكل لجنة فلسطينية إسرائيلية للتباحث في وضع، يعني إذا ما قدر، ولا أعتقد ذلك، للعملية السياسية أن تنطلق وأن تتقدم. فمن ضمن القضايا التي نحرص على أن تتقدم بشكل متوازي مع التقدم بشكل عام هي قضية الأسرى، لا أن تبقى في ذيل القضايا. وبالتالي نحن بالنسبة لنا المناضل الفلسطيني هو مناضل يعني له حق علينا أن نعمل من أجل حريته وإطلاق سراحه أيا كان انتماءه. ولعل وجود أغلبية من حركة فتح من هذه القائمة من الذين اعتقلوا قبل أوسلو مؤشر على أن عمليات الإفراج بالنسبة لنا يعني في منظمة التحرير لم تكن تستند إلى الانتماء. ولكن أيضا كيف يفسر أن الأسير النتشي من الخليل لم يتبقى له سوى 30 يوما على السجن، هو بطبيعة الحال كان سيطلق سراحه بعد 30 يوما، يعني ما العبرة من إدراج اسمه من قبلكم على القائمة مثلا؟ يعني سيفرج عنه، سيفرج عنه في نهاية. قلت أننا اعتمدنا معيار، ومن حق هذا الأخ أيضا أن يطلق سراحه ضمن صفقة سياسية حتى لو تبقى له يوم واحد. يعني هو تعرض إلى ظلم على مدار 20 سنة. يعني قضية الأسرى لم تأخذ يعني مكانتها الطبيعية في على أجندة العمل التفاوضي إلا في هذه المرة. صحيح أنه أطلق سراح الآلاف من الأسرى خلال العملية السياسية، ولكن ذلك كان يتم في إطار ما سمي إسرائيليا بمبادرة حسن النية، وكانت إسرائيل هي التي تتحكم من الألف إلى الياء في قوائم من سيتم إطلاق سراحهم وإلى أين يطلق سراحهم. الآن نحن نحاول أن نصحح هذا الخلل من خلال وضع هذه القضية في مقدمة القضايا. ومرة أخرى أؤكد بأن المعيار التنظيمي غير حاضر إطلاقا. نعم. إسرائيل هي التي كانت تحاول دائما أن تقسم الشعب الفلسطيني حين كانت تقول بأن الذين ينتمون إلى فصائل تعارض العملية السلمية بالقوة
ومستثنون وكذلك الذين يعارضون بطرق أخرى يعني كفصائل منظمة التحرير على أفرادهم أن يوقعوا على وثيقة يتعهدوا بموجبها أن لا يعودوا للعمل النضالي والكفاحي، الأمر الذي رفضه كوادر هذه التنظيمات. نعم. كل هذه المسائل نحاول أن نصححها، وإن كنا يعني نتفاوض الآن مع حكومة يعرفها الجميع، يعني كلكم استمعتم إلى ما قاله نفتالي بنت رئيس البيت اليهودي وأحد الوزراء الهامين في إسرائيل، قال هؤلاء الأسرى يجب قتلهم وليس تحريرهم، وتفاخر بأنه هو لأنهم إرهابيون كما قال بنفسه قام بقتل. نعم، والإرهابيون مكانهم نتحدث مع حكومة مجرمة. طيب سيدي هاب، هل لديكم قائمة بأعداد؟ لا شك أن لديكم قائمة بأعداد وأسماء من ينتمون إلى حركة حماس في السجون الإسرائيلية، لو تطلعنا عليها لو سمحت. يعني أختي الفاضل، أنا مرة أخرى أنا يعني لست مختص في هذا الموضوع، بالرغم أنه أكيد هناك قوائم بكل أبناء الشعب الفلسطيني من الأسرى، وأؤكد مرة أخرى كل فلسطيني يخرج من الأسر هو مكسب للشعب الفلسطيني بغض النظر عن انتمائه وعن فصيله، ولكن نتمنى بالفعل أن لا يكون هناك تحديد أو نظر إلى المعيار التنظيمي، ومع تأكيدي وقناعتي أنه بالفعل الاحتلال الصهيوني يحاول دائما الإيقاع في هذا الإطار بحيث يستثني مثلا أسرى حماس أو الجهاد، ولكن نتمنى أن لا يكون هناك أيضا من ضمن الطبخ الذي يحدث استثناء هؤلاء. ولكن مرة أخرى نقول يعني مع تأكيدنا ومباركتنا لأهالي هؤلاء الأسرى الذين سيحرروا بإذن الله سبحانه وتعالى، نؤكد مرة أخرى لا أحد مفوض للتنازل عن ثوابت الشعب الفلسطيني، هؤلاء الأسرى حقهم أن يتم الإفراج عنهم، ولدينا تجربة كبيرة وناجحة ناجعة بصفقة وفاء الأحرار التي تم الإفراج فيها عن 1050 أسير فلسطيني وأسيرة فلسطينية، وكانت هي كلها مجمع عليها من الفصائل الفلسطينية ومن التنظيمات الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني. نعم. أن المقاومة هي الحل الوحيد لإفراج عن أسرانا. طيب أشرت أكثر من مرة إلى طبخة يتم الإعداد لها، من قبيل ماذا سيدي هاب؟ بشكل واضح عندما تتحدثي عن أناس هم موضوعون في الزاوية، يعني انتهت أمامهم كل الأمور المستقبلية والرؤى المستقبلية، حديث عن إمكانية انهيار السلطة، وضع اقتصادي صعب، حواجز تحكم من الاحتلال، يعيشون تحت بساطير الاحتلال كما قالوا، فلذلك توقع أنهم ممكن أن يتنازلوا عن أي شيء وكل شيء في مقابل تحسين وضع اقتصادي، في مقابل رفع بعض الحواجز، أن يتنازلوا عن الأراضي الفلسطينية. نسينا الحديث عن 67 وغيرها. أبو مازن سيتنازل عن الأراضي الفلسطينية؟ من هم بشكل واضح أبو مازن ومن حوله؟ نعم، هناك عدة أشخاص يعدوا على اليد الواحدة، على أصابع اليد الواحدة، هم الذين يتنازلون عن ثوابت الشعب الفلسطيني وعن حقوق الشعب الفلسطيني كله، وهم معروفون لكل الشعب الفلسطيني، فهم غير مفوضين، لا محمود عباس ولا صاحب عرقات ولا ياسر عبد ربه ولا شتية ولا غيرهم أن يتفاوضوا باسم الشعب الفلسطيني وأن يتنازلوا عن حقوق الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات هم الذين يقرروا، وهم يرفضوا تفويض هؤلاء للتنازل عن حقوقهم والتفاوض مع المحتل. نعم. طيب سيد قدورة، قبل دخولنا إلى الاستوديو بدقائق جاء خبر أنه عن طرح العطاءات بالنسبة لوحدات استيطانية جديدة، وبالفعل الحكومة الإسرائيلية يبدو أنها وافقت على إنشاء وحدات استيطانية جديدة، ألا ينسف هذا كل الجهود ويفرغ للأسف هذه الصفقة أو إطلاق سراح الأسرى من مضمونه؟ يعني أولا أرجو محاولة إصلاح الصوت، لأنه يعني صوتك يصلني متقطع، وكذلك الأخ إيهاب. يعني قبل الإجابة على السؤال، يعني جئنا لنتحدث في موضوع الأسرى، ولكن هنا أستمع للأخ إيهاب وأقول كل عام بخير، وحد الله شوي. يعني موضوع يعني كيل الاتهامات بهذه الطريقة، تذكرون جميعا قبل فترة حين أراد الأخ أبو مازن التوجه إلى الأمم المتحدة، في البداية كان الإخوة في حماس موقف أنه غير مفوض، وفجأة بين ليلة وضحاها تغير الموقف لسبب ما، لتدخل ما من جهة ما غير فلسطينية، انقلب الموقف 180 درجة، فصار الأخ أبو مازن مفوض ولاقى كل الدعم من قبل كل التنظيمات بما فيها أو في مقدمتها حماس، حين ذاك أصبح أبو مازن مفوض. الآن يقرر الأخ إيهاب أن أبو مازن غير مفوض، يقرر الأخ إيهاب بأن يعني حضرنا لائحة اتهام، طبخة يعرف تفاصيلها، يعني ذاهبون للمفاوضات للتنازل عن القدس وعن حقوق الشعب الفلسطيني وعن الأرض وعن كل شيء.
يعني مسألة تجريد الناس من وطنيتهم بهذه الطريقة، يعني بعد شهر أو شهرين لعله يحدث تطور في العلاقة الداخلية الفلسطينية، يصبح أبو مازن رئيس الشعب الفلسطيني ومفوض ومش طباخ ومش بياع ومش تاجر. يعني هذه الطريقة، يعني التقلب في المواقف، ثم أن الجميع يعلم أنه ربما لأن منطق حماس يقول أن المصالحة مع الداخل أو مع الأخ بالوطن أفضل أو له الأولوية من المصالحة أو الذهاب إلى مفاوضات مع إسرائيل. يعني تبقى المصالحة الوطنية مسألة في غاية الأهمية إذا قررنا أن نذهب للتفاوض أو إذا قررنا أن نذهب للحرب وللمقاومة. الوضع الداخلي الفلسطيني هو يعني الرافعة الأساسية لأي تقدم من أي نوع، إذا كان في ميدان القتال أو في على طاولة التفاوض. ولكن يعني إطلاق الاتهامات يعني هكذا على عواهنها، يعلم الجميع أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني إذا ما تم التوصل إلى اتفاق وليست لدينا أوهام، وقد تطرقت وسألت حول موضوع الاستيطان وكيف تحاول الحكومة الإسرائيلية حشر القيادة الفلسطينية في الزاوية من خلال الإعلان عن بناء آلاف الوحدات، موضوع الاستيطان سيقوض العملية السياسية، وعلى المجتمع الدولي أن ينتصر للشعب الفلسطيني، لأن إسرائيل يعني دولة فاشية عنصرية تريد للشعب الفلسطيني أن يصادق على احترامها. طب هذا يثبت منطق حركة حماس سيد قدورة؟ معلش سامحيني، هذا يثبت ما تقوله حركة حماس؟ يعني بس بحب أقول يعني الأخ إيهاب أننا لا نعيش تحت بساطير الاحتلال، نحن نعيش على أرضنا وفي وطننا. إذا كان الاحتلال يظلمنا، إذا كان الاحتلال يقتلنا، يصادر أرضنا. تفضل سيد قدورة. حتى لو قال الأخ أبو مازن أننا نعيش، نحن لا نعيش تحت بساطير الاحتلال، نحن نعيش أعزاء كرماء. صحيح أن احتلال، ولكن نرفض هذا الاحتلال، نلعن هذا الاحتلال، نعبر عن رفضنا لهذا الاحتلال بطرق مختلفة. ما حدش رافع راية بيضاء، ما حدش مستسلم للاحتلال، وأهدافنا الوطنية هي نفس الأهداف الوطنية. الآن صحيح أن الشعب الفلسطيني يناضل في وضع يعني في أوضاع بالغة التعقيد، صحيح أن المجتمع الدولي يعني بهذه الطريقة دعهم يتفاوضون وسندعم أي نتائج، لا يمكن التوصل لنتائج مع حكومة يمينية متطرفة أفرادها وأعضاء الأحزاب الذين يتشكل منهم الائتلاف هم الذين قوضوا العملية السياسية حين كانت يعني تتقدم بوتيرة متسارعة. الآن هم الذين يحكمون في إسرائيل. طيب بهذا المنطق أيضا نحن نعترف بأن لا فائدة من المفاوضات مع حكومة من يعني طبيعتها هكذا كما تصفونها. لا يكفي أن نقتنع نحن كفلسطينيون بأن الطرف الإسرائيلي لا يريد أو الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام، يجب أن يقتنع العالم أيضا بأن الشعب الفلسطيني، القيادة الفلسطينية قد أعطت للعملية السياسية كل ما تستطيع، ولكن الحكومة الإسرائيلية هي المعطلة. ولعلكم تتابعون تطورات في العالم، يعني التغير في الموقف الاتحاد الأوروبي والاقتراب من اتخاذ بعض الإجراءات العملية التي يمكن أن تزعج إسرائيل والتي يمكن أن تجعل مشروع الاحتلال مشروعا مكلفا ومشروعا خاسرا. هناك أيضا جدل، يعني الأجواء والمناخ مختلف على صعيد الجدل بين الأحزاب والقوى في إسرائيل. هذا المناخ الجديد المختلف ليس في مصلحة المجتمع. نعم، ربما سيد إيهاب يدفع باتجاه أن يعطى السيد أبو مازن والسلطة الفلسطينية فرصة أخرى من خلال ما جرى حتى الآن وإطلاق هذه الدفعة من الأسرى الفلسطينيين، ألا يستحق ذلك؟ لا بتاتا، يعني بمنطق السيد قدورة فارس هو يقول، يعني قال بكل وضوح، يعني الذي يحدد الأجندة الفلسطينية والطريق الفلسطيني هي العالم. العالم لابد أن يقتنع، والأجندة الأمريكية والإسرائيلية هي التي لابد أن تقتنع، ليس القرار الفلسطيني. هو تحدث بذلك قبل قليل، فهذه مشكلتنا. طالما أننا ننظر إلى إدارة أمريكية وإلى اقتناع عالمي، فلذلك لن يستطيعوا أن ينجحوا في هذا الطريق، لأن الجميع يعلم أن أمريكا والعالم كله يبحث فقط عن أمن الكيان الإسرائيلي، الكيان الصهيوني. لا تفوض لهؤلاء مرة أخرى. نحن عندما لا نفوضهم لأن لدينا تجارب قاسية معهم ضد الشعب الفلسطيني وضد التنازل. من الذي تنازل عن أراضي الشعب الفلسطيني كله؟ من الذي تنازل عن حق العودة وبشكل واضح؟ ومرة أخرى أؤكد وأذكر السيد قدورة فارس أنه أبو مازن هو الذي قال نحن نعيش تحت بساطير الاحتلال. أنا لم أقولها. وأكيد أبو مازن لم يتنازل ولم يعلن مرة أنه تنازل عن حق العودة أو عن الثوابت الفلسطينية. لا لا لا، أذكرك على الأقل كل التصريحات التي أعلنها. نعم
لا لا لا، وفهم بعض تصريح واحد تصريحاته اذاعه الاحتلال خطأ. قال انا من صفد ولا اريد العوده الى صفد. نعم، وعاد وصحح المساله وقال هذا موضوع شخصي جدا، انا اتحدث عن نفسي. لا تصحيح في هذا الرجل، يعني كان في يوم من الايام رئيس الشعب الفلسطيني، فلذلك لا تصحيح لا يوجد سقطات لرجال من في مثل اماكنهم، فلذلك هو يتحدث بقناعته بشكل واضح. هذه قناعه السيد ابو مازن ونحن نعلمها والشعب الفلسطيني كله يعلمها، مقتنع بالتفاوض مع الاحتلال، مقتنع كما السيد قدوره فارس هذه حكومه ارهابيه قاتله لن تعطينا حقنا، ستضعنا في الزاويه، ولكن من غصب عنهم بدنا نتفاوض معهم. اشكرك. يعني من الاخر، ما الذي تريدونه؟ هل فقط تريدون تحسين اوضاعكم؟ هل تريدون فقط البقاء على ابقاء سلطتكم؟ أشكرك جزيلا سيد إيهاب القصيم، أعذرني على المقاطعة، وصلت الفكرة بشكل واضح. المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في غزة إيهاب القصيم، وأيضا أشكرك جزيلا سيد قدورة فارس، كنت معنا من رام الله. الأزمة السياسية التونسية تدخل فصلا جديدا بزيارة راشد الغنوشي زعيم حزب حركة النهضة الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي طرح مبادرة لحل الأزمة. زيارة تتوج مرحلة سياسية عسيرة مرت بها البلاد، ويعول عليها كثيرون لتمثل خرقا في جدار الأزمة. تحت قبة الاتحاد العام التونسي للشغل تجري مشاورة حثيثة لتطويق هزات الأزمة السياسية التي ألمت بتونس بعد زلزال اغتيال البراهمي. المسألة ليست في تنازلات بقدر ما هي مسألة كيفية الخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد. وإذا كان البعض يرى أن الخط الأحمر هي المواقع في المجلس التأسيسي وفي الحكومة، فنحن نرى أن الخط الأحمر هو دم التونسيين ومصلحة تونس. حل المجلس التأسيسي على أساس أن المجلس التأسيسي هو السلطة الأصلية التي انتهت شرعيتها في 23 أكتوبر الفارط، وعنها انبثقت كل السلطات، وفشل المجلس التأسيسي اليوم إلى حد اليوم في القيام بمهامه. نحن نعتبر أن هذا المجلس التأسيسي اليوم هو مجلس انتهت شرعيته الانتخابية. مبادرة الاتحاد التي دعمتها مختلف مكونات المجتمع المدني وأغلب أحزاب المعارضة للنهضة والمؤتمر عليها عديد التحفظات، فالمجلس التأسيسي خط أحمر لا تنازل عنه، فهو المؤسسة الوحيدة الممثلة شرعيا وشرفت على إنهاء استحقاقاتها. نحن نحاول أن نجد أكثر صيغة توافقية التي تخرجنا من الأزمة. المؤسسة الوحيدة المنتخبة القائمة، يعني المجلس التأسيسي، هو الإطار الوحيد والممكن لتأسيس لخريطة الطريق للانتخابات. مشاورات الساعات الأخيرة تأتي والاحتكام إلى الشارع متواصل عبر اعتصام الرحيل الذي تدعم بدخول عدد من نشطاء حركة تمرد وبعض المستقلين في إضراب جوع مفتوح إلى حين حل المجلس التأسيسي وكل السلطات المنبثقة عنها. حكومة على شرعية المجلس التأسيسي تؤكد، ومعارضة بحل الحكومة تطالب، واتحاد شغل على حل اللحظات الأخيرة يراهن. هي معادلة تعمق الغموض حيال الأزمة السياسية التونسية التي أخذت رقعتها في الاتساع يوما بعد يوم. بلال مبروك، تونس، الميادين. مشاورات الساعات الأخيرة لحل الأزمة السياسية في تونس كرست الاتحاد العام للشغل قوة فصل بين الأطراف المتنازعة، فهو يمثل فئات نقابية عريضة لكنه سعى إلى التقاطع في مساحة مشتركة. تقرير قاسم عز الدين. المبادرات العديدة لحل الأزمة السياسية المستفحلة اصطدمت بالخط الأحمر الذي حدده رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وهو بقاء رئيس الحكومة علي العريض وعدم المساس بالمجلس الدستوري. في المقابل أصرت المعارضة إثر اغتيال محمد الإبراهيمي على حل المجلس التأسيسي وعلى تكليف شخصية مستقلة لتأليف حكومة وحدة وطنية. اتحاد الشغل بما يمثل من وزن اجتماعي وتاريخ سياسي طويل عمل على استقالة الحكومة وتأليف حكومة تكنوقراط بما يتيح تلاقي الأطراف المتنازعة على حلول وسط، لكن حركة النهضة دعت إلى الحوار دون أن تتنازل عن الخط الأحمر، ولجأت إلى إثبات شرعيتها في التظاهرات الواسعة. المعارضة من جهتها رفضت الحوار ما لم تستجب النهضة لمطالبها. إعلان منطقة سيدي بوزيد وعصيانها وكذلك سقوط الضحايا من الجيش في جبل شعامبي فضلا عن بعض البرودة في العلاقة مع الجزائر
كل ذلك أسهم في تعقيد الأزمة التي بدأت تهدد بتكرار السيناريو المصري بحسب توقعات كثيرة. لكن تجميد مصطفى بن جعفر أعمال المجلس التأسيسي أتاح إمكانية تراجع النهضة عن الخط الأحمر حسب ما قال رئيسه، وهو ما يمكن أن يتيح تراجع المعارضة عن محاولة تأليف حكومة إنقاذ وطني إذا وصلت مبادرة اتحاد الشغل إلى خواتيمها. حركة النهضة باتت مقتنعة بتأليف حكومة وحدة وطنية بحسب تعبير عضو المكتب السياسي رياض الشعيبي، لكن حمادي الإجبالي الذي غاب عن الحلبة بعدما رفضت النهضة تأليف حكومة كفاءات إثر اغتيال شكري بالعيد يقول اليوم شرعية الانتخابات الأخيرة ليست كافية في المرحلة الانتقالية. قد يكون هذا القول مدخلا لحل وسط سعى إليه اتحاد الشغل في اللحظات الحرجة. وينضم إلينا من تونس القيادي في الجبهة الشعبية أحمد الصديق، وأيضا عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة العجمي الوريمي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد العجمي، هل توفرت لديكم أي معلومات عن الأجواء أو إن كان هناك تسريبات بخصوص الاجتماع بين السيد راشد الغنوشي والاتحاد العام للشغل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الاجتماع كان منعقدا منذ يعني لحظات، وبالتالي تم الاتفاق على التهدئة وعلى أن تكون هناك جولات أخرى للحوار، فالحوار لم ينتهي. وعبر وفد النهضة ووفد الاتحاد على ضرورة البحث عن حلول توافقية تضمن استئناف مسار الانتقال الديمقراطي وتضمن أيضا استقرار المؤسسات، وهناك اقتناع لدى الجميع بضرورة الحفاظ على المجلس التأسيسي باعتباره يعني ركيزة العملية السياسية، ومواصلة التشاور فيما يتعلق بموضوع منها الحكومة. ولكن هذا كلام عام لغاية الآن، يعني هذا ما يتفق عليه تقريبا الجميع باستثناء مسألة حل المجلس التأسيسي من عدمها. التهدئة بمعنى ماذا؟ هل سيستمر الجميع بنيتهم النزول غدا إلى الشارع مثلا؟ المقصود بالتهدئة هو التهدئة على مستوى الخطاب السياسي، نظرا لأن هناك من يرغب في تعميق الاستقطاب وربما حتى تقسيم التونسيين، في حين أن المرحلة والتحديات تقتضي رص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية والبحث عن التوافقات الواسعة. وبالتالي فهذا هو المقصود بالتهدئة. وأنه تعلمون بأن الساحة أغرقت بالمبادرات، هناك الآن يعني عدد كبير من المبادرات صادرة عن أحزاب سياسية وعن هيئات مجتمع مدني وعن شخصيات وطنية أو صادرة عن أحزاب في الحكم وأحزاب في وأطراف المعارضة، وبالتالي إلى حد ما يعني ضروري أن يؤخذ في الاعتبار أهم الأفكار الموجودة في هذه المبادرات وما هو مشترك بينها جميعا. طيب ابقى معنا لو سمحت سيد العجمي الوريمي، انتقل الى سيد احمد الصديق. استمعت الى ما قاله سيد العجمي، يبدو ان هناك يعني اجواء ايجابيه لغايه اللحظه، و يعني اتفاق على ان تكون هناك جولات اخرى للحوار. اخر الداخلين على خط التهدئه كان الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو ربما اهم واكبر حركه نقابيه في تونس، ويضم اكثر من نصف مليون شخص، نصف مليون تونسي. هل يمثل أحد أم وسيط راعي لهذه المفاوضات فقط؟ قبل كل شيء يجب التذكير بأن ليس هناك مفاوضات الآن بالمعنى الدقيق للكلمة، يعني أن المعارضة الموحدة صلب جبهة الإنقاذ والمشكلة أساسا من الجبهة الشعبية ومن الاتحاد من أجل تونس ومن لفيف واسع تقريبا يضم معظم الجمعيات والمنظمات المدنية الحقوقية والنسائية والشبابية، قد حزم أمره وطالب بحل هذه الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي وانتساب حكومة إنقاذ وطني. ليست المعارضة فقط بل حتى الأطراف التي كانت راعية للحوار الوطني في جولاته المتعددة، وهم أساسا المنظمات الأربع: الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد الصناعة والتجارة، هيئة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
يشتركون مع المعارضة في مطلب واضح ودقيق ولا يقبل لبسا، وهو حل هذه الحكومة وانتساب حكومة لا تكون حسب المحاصصة الحزبية تترأسها شخصية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة، تدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتعد البلاد للانتخابات بعد القضاء أو الحد من جو العنف والإرهاب وتوفير مناخ سليم يمكن للتونسيين فيه أن يعبروا عن إرادتهم. أردت التذكير بهذا فقط، لأن ما نشترك فيه مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اتخذت هيئته الإدارية قرارا بالمطالبة بحل الحكومة، هناك قاسم مشترك بين المعارضة التي تطالب بحل هذه الحكومة ورحيلها فورا وبين موقف الرعاة الأربع للحوار. من يقف بعيدا عن هذه الأرضية هو حركة النهضة وحلفاؤها، وأساسا حليفها حزب المؤتمر، في أنهم يرفضون إطلاقا الحديث عن حل الحكومة. بالنسبة لما وقع اليوم، نعتقد أنه يأتي في سياق محاولات الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو المنظمة العريقة والعتيدة والقوة الضاربة في البلاد التي لا يمكن أن يحصل أي اتفاق بدون يعني أن تحصل موافقتها هي أيضا. الاتحاد العام التونسي للشغل يحاول أن يصل بالأمور إلى الحد الذي يمكن فيه حسب اعتقادنا أن تنتقل السلطة بشكل هادئ، ولكنه هو أيضا حسب بيانه وموقف هيئته الإدارية ومكتبه التنفيذي وتصريحات قادته المتلاحقين بما فيهم الأمين العام يطالب بحل الحكومة ورحيلها، نعتقد أن اللحظة الراهنة تؤكد عزلة النهضة. الجميع يرغب في التهدئة، هذا أكيد. اسمح لي أن أنقل هذه النقطة إلى السيد العجمي. اسمح لي أن أسأل السيد العجمي الوريمي عن هذه النقطة، ما دام يعني كل الأطياف السياسية الحزبية والآن بعدما دخل الاتحاد العام التونسي للشغل على الخط يطالبون بحكومة إنقاذ وطني، ما الذي يرعب حركة النهضة من حكومة يعني شعارها إنقاذ البلاد؟ أولا بعد تحية ضيفكم الأستاذ أحمد صديق، أقول بأن لا حديث على ما أسماه بنقل السلطة. فنحن لسنا في وضعية نقل سلطة من طرف إلى طرف، ونقل سلطة من جهة منتخبة إلى جهة أخرى غير منتخبة ما أسماه بحكومة إنقاذ وطني، هذا ليس له اسم إلا أنه انقلاب، وانقلاب بأتم معنى الكلمة بغض النظر من هي الجهة التي، ولكن في كل الدول التي يعني تعاني أزمات كبيرة من هذا النوع يتم الدعوة إلى حكومة إنقاذ وطني، ما الضرر في ذلك؟ يعني هل بالضرورة أن نسمي ذلك انقلابا؟ اقترحنا حكومة وحدة وطنية، بمعنى أن يمكن توسيع هذه الحكومة على الأطراف الراغبة في المشاركة، وبما في ذلك الأطراف المنتسبة إلى المعارضة بما فيها منهم الآن ضمن يعني الاتحاد من أجل تونس أو الجبهة الشعبية، شريطة أن يكون بطبيعة الحال أن يقبلوا بالإبقاء على المجلس التأسيسي، وأن يقبلوا بتضافر الجهود بإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي ومواصلة مسار الانتقال حتى الانتخابات القادمة. أما من لا يعترف بالمؤسسة أصلا ولا يعترف بشرعيتها ويتصور أنه ممكن أن يتم نقل السلطة، معناها بهذه الكيفية أن نستبدل المؤسسات بالفراغ أو نستبدل المؤسسات منتخبة بأخرى غير منتخبة، أو يعني تشكيل حكومة يقال بأنها حكومة تكنوقراط ترأسها شخصية وطنية ويكون عددها معناها يعني محدود، هذا حتى من الناحية الفنية ليس فقط من الناحية السياسية ومن الناحية الدستورية، حتى من الناحية الفنية هو غير ممكن، لأنه يعني يكفي عملية دمج ثلاث أو أربع وزارات مع بعضها لتشكل منها وزارة واحدة، هذا يضعنا أمام صعوبات قانونية ودستورية وفنية وعملية يعني ربما يستغرق هذا يعني. ولكن إذا كنا نريد، عفوا سيد العجمي اعذرني سيد العجمي، نعم إذا كنا نريد أن نستثني المعارضة بكل أطيافها، إذا كنا نريد أن نستثني الآن الاتحاد التونسي العام للشغل، إذا كنا نريد أن نستثني حركة تمرد يعني جمعت أكثر من 1,500,000 توقيع حسب ما يقول القيمون عليها، من بقي غير حركة النهضة بهذا الخيار؟ هذه الصورة في الحقيقة يعني ليست وفية للواقع، الصورة التي قدمتموها ليست وفية للواقع. نحن نقول بأن أيدينا ممدودة للحوار، ولا بديل عن الحوار وعن الوفاق. ويعني لعلمكم بأننا نلتقي كل الأطراف، من ذلك أصحاب المبادرات، وقلت أن هناك الآن عدد غير محدود من المبادرات، من شخصيات وطنية ومن هيئات المجتمع المدني ومن أحزاب سياسية. والتقينا بهم جميعا واستمعنا إليهم جميعا.
ثم هناك مشاورات داخل الترويكا، وهناك لقاءات مع بين الرؤساء الثلاث، ويعني كل من يمكن أن يساعد على جمع التونسيين والأطراف الوطنية حول طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل يرمم التوافقات ويوسعها، ويعني يعجل بإنهاء المرحلة الانتقالية، ويفعل دور المجلس الوطني التأسيسي، خاصة لا نبني ما على الفراغ، ولسنا يعني هذه الصعوبات الموجودة بطبيعة الحال ينبغي تخطيها، ولكن بالبناء على ما تحقق إلى حد الآن. نعم. وما تحقق ليس بالأمر الهين. عظيم. وهذا الأمر وصفته أطراف المعارضة بأنها توافقات تاريخية، سواء كان على مستوى ما يتعلق بالدستور، وما يتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات، وما يتعلق بالقانون الانتخابي، وما يتعلق بالنظام السياسي. طيب، هذه التوافقات وما تم التوصل إليه اليوم تحديدا من اتفاق تهدئة كما تفضلت وقلت سيد العجمي، وأنقل هنا هذه النقطة إلى سيد أحمد الصديق، لماذا لا نبني عليه سيد أحمد ونعطي فرصة إضافية لأي حل توافقي يمكن التوصل إليه في الأيام القليلة المقبلة، ونلغي أي نزول إلى الشارع لئلا ينسف كل هذه الجهود؟ أريد أن أصحح شيئا، لا أعتقد أن ما حصل اليوم هو اتفاق في لقاء الغنوشي والعباسي، يعني هناك لعب على الكلام، ولدينا أيضا معلومات. ما حصل هو أن الطرفين استمع إلى بعضهما بعضا، وأبدى كل وجهة نظره، وبطبيعة الحال الاتحاد العام التونسي للشغل كطرف مستمع أو كطرف وسيط، فلا نهول هذا الأمر، وكنا نتمنى فعلا أن يكون الغنوشي قد أتى للسيد حسين العباسي بقرار من حركة النهضة بالتخلي عن رئاسة هذه الحكومة. نقطة أخرى، الحوار لم ينقطع فعلا، الحوار له أشكال عديدة، كان هناك حوار حول مواد سياسية، حول توافقات، ومن نكل عن هذه التوافقات وتراجع عنها في كل مرة بألف أسلوب ومئة طريقة داخل المجلس الوطني التأسيسي خارجه هو حركة النهضة، مع الأسف نقول هذا الكلام. الشيء الآخر هو أن الحوار ضروري ولا بد منه، ولا بد أن نجلس على طاولة حوار، لا أقول مفاوضات، حوار كيف ننهي هذه المرحلة من المرحلة الانتقالية. أريد أن أذكر بأن الإنجازات التي سجلت في سجل حركة النهضة، اغتيالين سياسيين وذبح 8 من منتسبي الجيش الوطني واستشراء العنف والسلاح الغريب عن بلادنا، ربما الإخوة في الشرق العربي لا يعرفون ذلك، السلاح غريب عن البلاد التونسية، لا يستعمل الناس السلاح ولا يمتلكونه، هذا كله عرفناه في عهد حركة النهضة. أريد أن أقول المسألة ليست مسألة مكابرة وتعنت، المسألة مسألة حصيلة ونتائج، وإذا ما كانت النتائج مخيبة وتدل على الفشل والعجز وعلى التواطؤ مع خطاب التكفيريين وعلى التهييج والقسمة والانقسام، فإن حكومة مثل هذه لا يمكن أن تقود البلاد إلى الانتخابات، هناك ظرف اقتصادي صعب. لا يمكن أن نتحدث بطبيعة الحال عن تواطؤ من قبل حركة النهضة سيد أحمد مع الإرهابيين، وهي أعلنت أكثر من مرة أنها تحارب الإرهابيين، وهذا الشيء يعني دخيل على المجتمع. نعم، ولكن عندما نستقبل. نعم، اسمح لي أن أنتقل إلى السيد. نعم، لا اسمعيني، عندما يكون هناك تواطؤ على مستوى الخطاب واستقبال الدعاة التكفيريين وتصعيدهم على المنصات الاجتماعات الشعبية، لا يؤمنون لا بقيم الجمهورية ولا بالديمقراطية ولا بالتداول السلمي على السلطة ولا بقيمة الحرية كما تواضع عليها المجتمع الدولي، فيصبح تواطؤا مع مناخات لا يمكن أن تفرغ الإرهاب وتفرغ أولئك الذين ذبحوا جنودنا. هذا على الأقل نأخذه كعجز وكفشل وكعدم معرفة للتعاطي مع الموضوع، وهو كفيل بحد ذاته دون شيء آخر على هذه الحكومة أن ترحل. هناك إجماع في الساحة الوطنية، إجماع بأتم معنى الكلمة على أن هذه الحكومة في الحد الأدنى حتى نصل إلى شيء آخر قد فشلت وعجزت، عليها أن ترحل. ولذلك هي تتحرك، وكان ربما لزيارة السيد راشد الغنوشي للاتحاد العام للشغل رمزية ودلالات مهمة جدا، يرى البعض أنها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. سؤال أخير للسيد العجمي الوريمي، دخول السيد حمادي الجبالي وهو قيادي بارز في حركة النهضة على خط هذه الأزمة ودعوته أعضاء البرلمان إلى الاعتذار من الشعب التونسي، إلى أي مدى يحرج حركة النهضة تحديدا؟ لا، اولا ما ذكره السيد عم صديق من هناك اجماع وطني على فشل الحكومه، انا اقول ليس هناك اجماع حتى داخل الجبهه الشعبيه، وليس هناك اجماع حتى داخل الاتحاد من اجل تونس، بالتالي لا داعي للمغالطه. اما فيما يتعلق بسؤالكم عن السيد حمادي جبالي، فهو بطبيعه الحال يحمل صفه رئيس حكومه سابق وهو امين عام لحركه النهضه،
وله مواقفه من الوضعية. وسبق عندما كان رئيس حكومة أن طالب المجلس الوطني التأسيسي بالتسريع في أعماله من أجل إتمام يعني الدستور وإتمام يعني ما هو متعلق بعهدته من قانون يعني الانتخابي وهيئة مستقلة للانتخابات وتحديد موعد الانتخابات وغيرها من معناها من الهيئات. ورد عليه بعض النواب آنذاك بأنه يمثل السلطة التنفيذية وليس من حقه نتدخل في المجلس التأسيسي الذي هو سيد نفسه والذي هو معناه مسؤول عن أعماله. فهو في الحقيقة لم يأتي بموقف جديد، إنما يكرر تقديرا معناها لما يعتبر أنه ربما تباطأ في عمل المجلس، وهذا التباطؤ قد يكون حاصلا. وبالتأكيد أنه الآن تعليق عمل المجلس وهذه معناها وتعنت ما اسمه السيد أحمد صديق تعنت أراها وتعنت الطرف الآخر تعنت لا. يعني المعارضة والنواب المنسحبين من المجلس كان لا يعود وأن يعطل وفي أن يعطلوا عمل المجلس، هذا سيضيع بطبيعة الحال يعني وقت على البلاد وليس على الترويكا الحاكمه او على المعارضه. نعم، وهو هو من اعلن هذا يعني تحديدا تعليق العمل بالمجلس التاسيسي هو شريككم الاساسي بالحكم والسيد مصطفى بن جعفر، يعني هذا بات معلوما للجميع. اسمح لي ان انتقل من جديد الى السيد احمد الصديق. ستنزلون غدا سيد احمد الى الشارع بالحركه النسائيه التي ستكون يوم غد؟ أكيد يوم 13 أوت هو يوم المرأة التونسية وعيد المرأة التونسية، والمرأة التونسية لها مكانة متميزة داخل تونس وداخل الوطن العربي حقيقة، وهي مناسبة أيضا للتعبئة باعتبار أن الخطر الذي يتهدد المجتمع يتهدد المرأة ويتهدد الرؤية التي تعتبر المساواة بين المرأة والرجل، ويهدد نموذج ونمط المجتمع التونسي وحتى ما تم يعني الألغام التي زرعت داخل مسودة مشروع الدستور تستهدف المرأة وتستهدف الحرية وتستهدف قيم المساواة. جزء من المعركة التي نخوضها اليوم سلميا مدنيا بحشد جماهيري بعيدا عن العنف بعيدا عن التقسيم في أن يؤكد التونسيون جميعا اجتماعهم وإجماعهم وتجمعهم وكلمتهم الواحدة ضد أي مشروع يتهدد نموذجنا المجتمعي وضد أي مشروع ظلامي يعني تكفيريا يهدد سلامة المجتمع والسلم المدني. ولهذا الأساس ستكون الأعداد غفيرة غدا مساندة لاعتصام الرحيل مطالبة برحيل هذه. شكرا جزيلا لك سيد أحمد الصديق القيادي في الجبهة الشعبية من تونس. أيضا أشكرك سيد العجمي الوريمي عضو المكتب التنفيذي عن حركة النهضة.